أنا كسوداني أدعو الله أن يهيئ الأمن والسلام والاستقرار لبلدي الحبيب بلد السودان، أن يطفئ نار الفتنة وتوقف الحرب ويعود الجميع للسودان كما كان أو أحسن مما كان. وجدنا صعوبة نسبة لعدم توفر الوقود، الوقود غير متاح، وارتفاع أسعار الوقود أدت ارتفاع الأسعار، أدت الأجرة زادت مما مثل ضغط إضافي على الحجاج، ولكن في سبيل الله كل ذلك يهون. السودان إن شاء الله يستقر كما كان إن شاء الله يا رب، ويدعينا في الحرم في المدينة وهنا في مكة إن شاء الله لما يوم الوقوف بعرفة بفضل الدعوات. يعني إحنا هنا إن شاء الله شغالين، إحنا هنا دعواتنا وندعو نستثمر هذه الفرصة ونطلب من كل المسلمين إنه يدعوا إنه العالم الإسلامي يكون في استقرار وفي أمن وأمان، ويدعو لأخوانه في السودان إنه البلد تستقر والناس تكون ماشية في أمن وأمان إن شاء الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.